مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. اليوم رح نحاول نرسم هيك منظر طبيعي بيورجينا منظر الغروب، والأهم من الغروب إنه كيف نحن نقدر نعمل الإضاءة من اللون الفاتح للأغمق 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 حسب ما شفتوا الصورة. بدنا نحط الأسود، بعدين الأحمر، بعدين الأصفر، بعدين الأبيض. بدنا نشوف كيف بدنا ندمج الألوان ببعضها لتعطينا شكل حلو. نعملها بشكل كتير بسيط. اليوم أنا عم بستعمل ألوان الأكريليك كمان مرة تانية، اللي هي سهلة تنخلط بالمي. حنبلش باللون الأصفر اللي هو نحن هلأ هون، يعني كمان نسهل على الناس أو الولاد الصغار أو مبتدئين، فنحن علمنا باللون الرصاص وين بدنا نحط الألوان. ومثل ما شايفين حطينا 4 تقريبا أقسام. حنبلش هلأ بالقسم اللي هو باللون الأصفر، نحط الأصفر. أنا هلأ ما حاول أدمج ألوان تانية لغمق اللون الأصفر أو فتحه أكتر أو 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 لا، بس نحن بدنا نتعلم كيف الطريقة اللي نحط فيها اللون وكيف نفوت باللون ونفتحه ونخليه نعمل مزج بين الألوان يبين معنى الإضاءة بشكل حلو. مثل ما شايفين احنا حطينا الأقسام، بس فتنا باللون الأصفر شوي محل ما بدنا نحط اللون الأبيض، بس بألوان خفيفة. هذا السبب عشان احنا نعمل دمج الألوان. هلأ بدنا نبلش باللون الأبيض. مثل ما شايفين نبلش باللون الأبيض من فوق ونبلش نقرب شوي شوي لنوصل للون الأصفر. الهدف هون انه نمزج بين اللونين وما نخلي يكون في الفرق بين اللونين، ما يكون مثل الخط، يكون مدموج دمج. سو هون مثل ما شايفين بنعبي الريشه وبنبلش من فوق وبنبلش نقرب على اللون الاصفر شوي شوي وبنفوت شوي شوي لحتى نعبي اللون الاصفر كله. هلا هون ننتبه انه الريشه لما نرجع نعمل الخطوه مره ثانيه بدنا تكون الريشه كتير نظيفه، ما بدي يكون اللون الاصفر، لانه ما بدنا نخلي محل الابيض من فوق على الاول يكون مصفر او شيء. لا، بنبلش من الابيض وبعدين شوي شوي بنرجع نفوت على الاصفر مثل ما شايفين. هون في ملاحظة كتير كتير مهمة، انه لما نمشي بالابيض من فوق وننزل على الاصفر ما نرجع بدون ما ننظف الريشة مرة تانية. برجع بالكون انه نرجع نبلش من محل الابيض، لانه الريشة تعومت اوريدي. شوفوا هلا اذا حطيتوا ريشة شفتوا اللون الاصفر، نحن هيدا ما بدنا اياه يبين. فبالتالي بدنا ننظف الريشة مزبوط قبل ما نرجع نبلش مرة تانية من الابيض لحتى نعمل المزج بين الابيض والاصفر. ننظف الريشة منيح، بنحط اللون الابيض، بنرجع نبلش من فوق ومنفوت شوي شوي على اللون الاصفر. بهالحالة مثل ما عم تبلشوا تشوفوا انه اللون الابيض ببلش يمزج مع اللون الاصفر، بتحسوا مثل لون الاضاءة صار طالع ابيض بعدين اصفر. وهلا بعد شوي حنستخدم الاحمر كمان وحنشوف كيف نمزج الاحمر مع الاصفر وكمان نمزج الاحمر مع الاسود لنعطي الايحاء تبع الضوء اللي جاي من فوق، ابيض اصفر احمر بعدين اسود. نبلش باللون الاحمر، نحط اللون الأحمر مثل ما حطينا اللون الأصفر. هون لازم تستخدموا شوية مي عشان يمشي معكم اللون منيح، لأنه نحنا بدنا نعمل مزج بين اللونين. طبعا أنا لما عم برسم لوحة كل الهدف أنه نحنا نعرف كيف عم نفوت بالألوان بين بعضها، كيف نعمل المزج بالألوان بين بعضها لحتى نعطي الإحساس تبع الضوء، كيف الوهج تبعه من الأبيض للأصفر وبعدين للأحمر والأسود.
هلا مثل ما عملنا بالابيض وكيف صرنا نفوت بالاصفر، نبلش من الابيض بعدين نفوت بالاصفر، هلا بدنا نرجع نعمل نفس الشيء. بنعمل نبلش من نصوب الاصفر ونفوت شوي شوي على الاحمر، وبنرجع نبلش كمان مرة تانية من الاساس من الابيض، وبنرجع نفوت شوي شوي على الاصفر بعدين على الاحمر، لحتى نعمل المزج بين الثلاث الوان يعطينا التدرج بين الابيض والاصفر والاحمر. نبلش هلا بالاصفر لحتى نخفف اللون الاحمر، يصير في دمج بين اللونين. هون بدلكن خلطوا الالوان مع المي، ما تستعملوا بس الالوان. انا هلا عم بستعمل لان الكانفاز الورق اللي هو مثل الكانفاز، فيك تشتغل عليه الاكريليك او الرسم الزيتي. فلما تمزج الالوان لازم يكون في مي او لازم يكون في زيت حسب الالوان اللي عم تستعملها. سو هون ممكن بالاصفر ومنفوت شوي شوي على الاحمر عشان نعمل هيدا الدمج بين اللونين. شفتوا هون في خطأ بسيط، اني انا لما فت على الاحمر رجعت على الاصفر فخربت اللون الاصفر. برجع بنظف الريشي مزبوط وبستعمل لون الاصفر عشان ارجع افتح اللون مرة تانية. هدول الاخطاء اللي هو ممكن حدا يوقع فيهم اي حدا، كتير مهم انه انت كيف ترجع تصلح اللوحة. هون مثل ما قلت لكم نرجع نبلش، نرجع نفوت بالابيض من الاساس من فوق، ومنبلش تدريجيا ننزل على الاصفر بعدين على الاحمر. بنزيد لون الابيض هون شوي قد ما بنقدر عشان تمشي معنا الريشه للاخر. هون شايفين عم نفوت شوي شوي على الاصفر، بنضلنا مكفيين وماشيين شوي شوي لحتى نفوت بالاحمر، ويصير في دمج للالوان بين بعض عشان يعطينا هيدا التموج بين الألوان بدون ما يكون مفصولين الألوان عن بعض. نرجع ننظف الريشة مرة تانية، نرجع نبلش بالأبيض مرة تانية لحتى نتأكد انه الألوان اندمجت مظبوط، وتكونوا انتو حسيتوا انه الصورة بلشت توضح أكتر. رح نبلش باللون الأسود. طبعا هو اللون الأسود هو اللون الدارك الغامق يلي بيكون بعكس اتجاه الضوء. مثل ما شفنا بلشنا باللون الأسود ونرجع عم نفوت تدريجيا على اللون الأحمر عشان يصير دمج بين اللونين، وبنرجع مرة تانية نعمل نفس التدرج اللي حكينا عليه من الأبيض للأصفر للأحمر بعدين الأسود عشان يفوتوا الألوان ببعض ونعمل هيدا المسج. مثل ما شايفين بلشت الألوان تبين كيف ممزوجة مع بعضها، ما عم بيكون في فواصل بين الألوان، وهيدا الهدف انه نحنا ما نعمل فاصل بين الألوان. نرجع مننظف الريشة مرة تانية وبنعمل منكرر الموضوع، مندلنا نكرر الموضوع من الأبيض للأصفر للأحمر لحتى نحس انه الصورة هيك لازم تكون الألوان. هلا أنا حكتفي لهون، هي الفكرة كنت ورجيكم كيف تمزجوا الألوان. حلو إنه تمزجون أكتر، ترجع تزيد الأبيض، بلش من الأبيض بعدين الأصفر بعدين الأحمر بعدين الأسود لحتى يمزج اللون. بس تحس إنه اللون صار مثل ما بدك منبلش. هون كأنه بلشنا نعمل بيز للوحة. هون نحنا نعمل مثل هيك شكل غابة شجر أو شيء، مبين فيها الضوء أو الشمس جاي من اتجاه اليمين. فححاول هلا ارسم شيء بسيط لمورجيكم كيف ممكن نستخدم هدول الالوان كخلفيه لمنظر طبيعي
الهدف مش المنظر الطبيعي ولا الأشجار اللي حنرسمها هلا، كان الهدف من الفيديو اليوم إنه نشوف كيف نحط الخلفية وكيف نمزج الألوان الأبيض الأصفر الأحمر بعدين الأسود. حأترككم هلا تشوفوا كيف هيك بشكل بسيط ممكن نعمل شجر معين، كيف نظلل الشجرة من ناحية اللون الدارك أو اللايت، محل ما جاي الضوء أو محل ما بيكون فيه الظل، بشكل بسيط. حأترككم تتفرجوا على الفيديو، وبتمنى انكم تضلكم عم تتابعوني. بشكر كل السبسكرايبرز اللي هن دايما عم بيتابعوني واللي عم يطلبوا مني أسئلة. انا اليوم ان شاء الله حجاوب على كتير من الناس اللي هن عندها أسئلة لها علاقة بالتكنيك تاع الرسم او بانواع الالوان او بانواع الريش اللي عم نستعملها. ححاول جاوب او رد على كل الناس اللي عندها أسئلة. بتمنى تضلكم عم تتابعوني على طول. اهلا وسهلا فيكم، بدي اشكركم ودي اذكركم تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير لحتى نخلي الناس اللي بتحب الرسم ان كان اطفال او مبتدئين يستفيدوا من الاشياء اللي عم نتعلمها سوا. بدي اشكركم مرة تانية واقول لكم باي باي. ثانك يو فيري ماتش.